والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي طلبة الصف السادس الابتدائي مدرسة المنتزه الخاصة، معكم مستر أشرف الفرجاني. إن شاء الله ولكن هنتكلم النهاردة عن مراجعة مهمة جدا للصف السادس الابتدائي، وهي بتتكلم عن القراءة المتحررة. إيه هي القراءة المتحررة دي يا أولاد؟ عشان هناخد بعد كده إن شاء الله بإذن الله القراءة المتحررة هتستمر معانا في إعدادي وهتستمر معانا في ثانوي، ويكاد هي هتبقى أساس في ثانوي. يعني إحنا بناخد دلوقتي فرق ما بين القراءة المتحررة، لا بعد كده إن شاء الله في ثانوي هناخد النصوص المتحررة والبلاغة المتحررة والقراءة المتحررة وكل الفروع دي المتحررة. فهو دلوقتي بيبني فيه إنك إزاي تجاوب على أسئلة أنت ما خدتهاش في منهج. فحضرتك إن شاء الله هتتدرب عليها إزاي أنت تشوف القراءة المتحررة وتجاوب عليها. أولاً الأولاد بتجيب لك قطعة زي كده، القطعة اللي بتتكلم عن أي موضوع من الموضوعات العامة اللي بتشغل الرأي العام وبتشغل أو بتنمي الطفل أو بتعلمه سلوكيات حميدة في حياته. فالأول حاجة لما أجي أتعامل مع القراءة المتحررة أتعامل معاها إزاي؟ ده المهم جدا، إن أنا بقرا القطعة ثلاث مرات. بقرا القطعة كم مرة يا أولاد؟ ثلاث مرات عشان أفهمها هي بتتكلم عن إيه، والمهم وأهم الأشياء فيها إيه، وبحط لها كذا عنوان من عندي عشان لو طلب مني السؤال ده أكيد حلو. فالفقرة بتاعتنا بتتكلم اقرأ ثم أنا. نزل التلاميذ في فناء المدرسة فوجد ماجد صديقه خالدا يغسل يديه، ثم ترك صنبور المياه مفتوحا، فدعا ماجد صديقه وتحدث معه بهدوء. قال ماجد: النعم نعمة من أعظم نعم الله عليه، واجبنا أن نشكر الله عليه ونحافظ على هذه النعمة. شكر خالد صديقه على هذه النصيحة وأغلق صنبور المياه. يبقى أنا كده فهمت القطعة بنسبة كام يا أولاد؟ 70%، 80%، 90%. أرجع تاني أقرأها كمان مرة وكمان مرة عشان أفهم هي بتتكلم عن إيه بالظبط. يبقى أنا من خلال الفقرة بتاعتي أو من خلال الموضوع بتاعي اتضح لي إن الفقرة دي بتتكلم عن أهمية المياه والمحافظة على المياه. طب ليه يا أولاد بنحافظ على المياه؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق وخلقنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني هنا إذا يا أولاد المية هي أساس الحياة، أساس حياة الإنسان. الإنسان نفسه ثلاث أرباع جسمه مية. الكون اللي إحنا عايشين فيه ده كله 71% منه مية، عشان كده سموه بالكوكب ده يا أولاد، سموه بالكوكب الماء. فإحنا بنتكلم عن المياه، والمياه دي أساس الزرع والضرع وأساس الحياة في إيه؟ في كل شيء في حياتنا. فلولا الماء ما نبت زرعا أو ما نبت درعا أو ما أكلنا وما شربنا. فبيجي لك أسئلة على هذه الفقرة اللي قدام حضرتك دي، قطعة كده، وبيجيب لك أسئلة عليها. أول حاجة بيقول لك نوع علامة صح أو علامة خطأ. يبقى المطلوب من حضرتك تحط علامة صح أو خطأ بناءً على إيه؟ بناءً على اللي أنت قرأته في القطعة. طيب ممكن يجيب لك رفرنس أو ممكن بيشوف فهمك يعني بيسألك في مدى أنت فهمت إيه أو ما فهمتش إيه. بيقول وجد ماجد صديقه خالدًا يتوضأ. طب نشوف القطعة كده. وجد ماجد صديقه خالد يغسل يديه، مش يتوضا، في فرق جامد جدا وشاسع ما بين كلمه يتوضا ويغسل يده. يبقى الاجابه الاولى اجابه خاطئه زي ما كده شايفينها معانا مع بعض. طيب السؤال الثاني، سمع خالد نصيحه صديقه ماجد؟ طبعا نعم سمع نصيحه. لايه يا اولاد سمع نصيحه؟ لان دي نصيحه. طب انا لو ما سمعتش زميلي او ما سمعتش نصيحه زميلي يبقى كده يعني إيه؟ امال ايه لازمتها الصداقه؟ اسال الصديق مرآه لصديقه. يبقى انا لازم اسمع النصيحه من زميلي لان الصديق مرآه لصديقه، وهو دايما ينبهني ودايما هو المرايه بتاعتي، هو دايما بيوجهني الخير والدين النصيحه ايضا. يبقى انا ما اتكبرش على النصيحه، لان النصيحه طبعا بتفيدني. طالما بتفيدني لازم انفذها، عشان طبعا شيء كويس عرفت ان انا انفذ النصيحه بتاعت زميلي اللي قال لي طبعا اغلق الصنبور عشان الصنبور ده ما يتغير، والميه اساس الحياه. السؤال الثاني بيجي يقول لك اختر الاجابه الصحيحه مما بين الاقواس. طيب الاسئله دي احنا ما خدناهاش، لكن احنا بمخنا بدانا نفكر بقى وبدانا نكبر وناخد اسئله ايه؟ القراءه المتحركه. جامع فناء يا اولاد افنيه ولا فناء ولا في نون؟ طيب نيجي نتعامل مع الاسئله دي. افرض انا مش عارف اجيب مفرد كل كلمه. طيب كلمه فنون مفردها ايه يا اولاد؟ فن. فناءات يعني الفناءات دي
فناء مثلا او فناء او فناءات، يعني هي كلمه حطيتها عشان يلخبطك بيها. طيب كلمه افنيه اللي هي الكلمه الصحيحه هي جمع كلمه ايه ولا جمع كلمه فناء، فبحط لها جمعين يعني غلط خالص، والجمع هو الصحيح، فلازم احنا نفكر ونشوف هل تنفع؟ طبعا لا. هل تنفع؟ طبعا لا. طب بتنفع؟ اه تنفع، يبقى فناء جمعها افنيه. طيب مضاد مفتوحه حاجه مفتوحه، يبقى عكسها حاجه ايه؟ مضاءه، مضاءه مفتوحا مضاءا ولا مغلقا ولا ظاهرا؟ يعني ينفع اقول مفتوحا؟ ينفع مفتوح نقول عليه مضاءا؟ طب مضاءة مظلمه. طيب ظاهرا عكسها ايه؟ مختفيه، يبقى مفيش ولا دي، يبقى هي دي الاجابه اللي هي ولا الصحيحه. طيب بعد كده ما واجبنا نحو تجاه نعم الله؟ احنا عارفين يا اولاد ان النعم كتيره جدا في حياتنا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، يعني انتوا مهما تعدوا نعم ربنا عمركم ما تحصوا النعم دي. يعني حتى لو شفنا كده في دعوه سيدنا عمر لما قال ايه يا اولاد؟ اللهم اجعلني من القليل، فاستغربوا وقالوا له يعني لماذا يا عمر تدعى هذه الدعوه؟ قال الم يكن الله عز وجل وقليل من عباد الشكور، يعني قليل جدا اللي بيشكر ربنا. يبقى اذا واجبنا تجاه نعم الله ان نشكر الله على هذه النعم ونحافظ عليها حتى لا تزول. طب يجي بقى السؤال الثاني، ما عنوان هذه الفقره؟ ده عنوان الفقره زي ما انت عايز، سؤال مفتوح. اهميه المحافظه على الماء، اهميه الماء في حياتنا. يبقى ده يا اولاد نموذج مصغر او نموذج حقيقي لامتحان اخر سنه يجب ان احنا نتعامل معاه بحرص شديد، لان درجاته مهمه جدا في الامتحان، وما نفرطش في اي درجه، واكون بخيل جدا وحافظ واجاوب ازاي، اعرف اجاوب على السؤال. عشان كده ليس العبره في المذاكره ولكن العبره في الرجال. هذا قليل من كثير من فائده الله سبحانه وتعالى. ارجو ان ننتفع جميعا بما قلناه، واللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولنا لقاء اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.